أهلا بكم. حذرت الأوساط الطبية والنقابات ذات الاختصاص من النتائج الكارثية لظاهرة انتشار الكليات الطبية الأهلية التي تخرج سنويا طلابا غير مؤهلين علميا لممارسة مهنة الطب، متهمين القائمين على هذه الكليات بالسعي لجني الأرباح فقط على حساب التعليم وأرواح الناس في العراق. وتقول هذه الأوساط الطبية والتعليمية أن الكليات الأهلية لا تعتمد على معيار المعدل العالي لقبول الطلاب على غرار الكليات الحكومية، بل هناك فارق كبير جدا بين معدل قبول الطالب المتخرج من المرحلة الإعدادية في الكليات الحكومية ومعدل نظيره المتقدم إلى الكليات الطبية الأهلية. وكانت وزارة التعليم العالي قد قررت منذ نحو عامين وقف افتتاح الكليات الأهلية الطبية أو في الطب العام، إلا أن وزير التعليم العالي الجديد نعيم العبودي القيادي في ميليشيا العصائب ألغى قرار وقف استحداث كليات الطب الأهلي أو الأهلية، وأجاز افتتاح كليات طب جديدة وخفض مستوى معدلات القبول في الكليات الطبية الأهلية وطب الأسنان والصيدلة. عضو نقابة الأطباء العراقيين فلاح السعدي قال إن أغلب الجامعات الأهلية تابعة لأحزاب معينة وشخصيات سياسية متنفذة في الحكومة، وأن هذا الارتباط ومحاولة تلك الجهات الحصول على الربح المادي فقط سيدمران التعليم العالي والطب في العراق. استحداث كليات طبية أهلية وتدمير التعليم العالي في العراق هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها التساؤلات التالية: ما هي المخاطر المترتبة على إنشاء كليات طبية أهلية وأخرى للصيدلة في العراق؟ وما حقيقة وقوف الأحزاب الطائفية والميليشيات وراء استحداث الكليات الطبية سعيا لجني الأرباح المادية ولو على حساب أرواح العراقيين؟ ألا يجزي العبودي بقراره استحداث المزيد من الكليات الطبية الأهلية على منظومة التعليم العالي برمتها ومنها الطب؟ ولماذا وصف النائب السابق جواد الموسوي قرار العبودي باليوم الأسود في تاريخ التعليم العالي في العراق؟ وهل هذه القرارات تعكس تخبط وفوضى النظام السياسي، أم هي برنامج مقصود لتدمير التعليم العالي في العراق كما دمرت بقية القطاعات الحيوية؟ ضيفات طاولة رافع الفلاحي صباح الناصري. عندما يكون وزير التعليم العالي قيادياً ميليشياوياً فلا غرابة أن يصبح من لا يفرق بين الوريد والشريان طبيباً، ومن لا يعرف مساحة الدائرة مهندساً، وذلك حينما تصبح الكليات متاجر بيع للأحزاب. وأخطر من الضرر بالتعليم هو المخاطرة بحياة الناس على يد أنصاف أطباء سيتخرجون من الكليات الأهلية التي قرر استحداثها وزير التعليم العالي التابع لميليشيا العصائب نعيم العبودي. قرار استحداث هذه الكليات لاقى ردود فعل غاضبة من نقابة الأطباء ولجان مراقبة حذرت من النتائج السلبية لتخريج آلاف الطلاب سنوياً غير المؤهلين علمياً لممارسة مهنة الطب، مؤكدين أن تلك الكليات تسعى لتحقيق الأرباح فقط على حساب التعليم. هذه الكليات لا تعتمد على معيار المعدل العالي لقبول الطلاب على غرار الكليات الحكومية، بل هناك فارق كبير جدا بين معدل قبول الطالب المتخرج من المرحلة الثانوية في الكليات الحكومية ومعدل الخريج المتقدم إلى الكليات الأهلية. نقابة الأطباء أكدت أن أغلب الجامعات الأهلية تتبع لأحزاب معينة وشخصيات متنفذة في الحكومة، وما يهمها في نهاية الأمر الحصول على الربح المادي فقط دون اعتبار للتقييم العلمي للطالب، حيث يتخرج آلاف الطلاب سنوياً من هذه الكليات دون أن يملكوا أدنى درجات التأهيل لممارسة عملهم في شتى المجالات. وسبق أن اشتكى أطباء قدامى من خريجي الكليات الأهلية الجدد ومدى استهتارهم بالمهنة، بل حتى إنهم يجهلون أساسيات مهنة الطب. تدمير التعليم بهذه الدكاكين التجارية تحت مسمى الكليات الأهلية تعد بداية كارثة إصلاحات السوداني، فكيف ستكون بقية الكارثة؟ أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في قرار وزير التعليم الحالي القيادي في ميليشيا العصائب نعيم العبودي باستحداث كليات
كليات طبية أهلية وصيدلة وفرع أيضا لجامعة يعني طهران في العراق، والاتهامات للوزير بتدمير منظومة التعليم العالي في العراق. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب من تورنتو في كندا أستاذ العلوم السياسية الدكتور صباح الناصري. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، حياكم الله. يا أهلا مرحبا دكتور. نائب سابق اسمه جواد الموسوي وصف قرار وزير التعليم العالي باستحداث كليات أهلية طبية وصيدلة وفرع لجامعة طهران في كربلاء، وصف بأنه يوم أسود في تاريخ التعليم العالي في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى هذه اللحظة. يوم أسود في تاريخ التعليم العالي، مبالغة أم توصيف واقعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك دكتور صباح. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني هذا التوصيف حقيقي وواقعي ومنطقي، وهو لذلك أقول منطقي لأنه مخرجات هذا الشخص، مخرجات هذه الوزارة على رأس هذا الشخص لن تفضي إلا إلى مثل هذه القرارات وإلى هذا السواد الذي يصفه. عندما تعرف أنه واحدة من مفارقات الوضع الحالي في العراق أن وزارة التعليم العالي التي يرأسها الوزير الجديد هذا هي نفسها لا تعترف بشهادته، لا تعترف بالجامعة التي تخرج منها، يعني وزارة التعليم العالي التي يرأسها هذا الوزير لا تعترف بالجامعة التي تخرج منها، وهذه من المفارقات الكبيرة. قبل سنة هذه الوزارة نفسها رفضت هذه الشهادة لأنه 27,000 شهادة طلعت مزورة من هذه الجامعة نفسها في لبنان وغير رصينة وغير متي. وأنت عندما تعرف أن العراق خارج قوائم التصنيف العالمي في الجامعات، يعني الجامعات العراقية كلها خارج قائم التصنيف والمعايير، وفي نفس الوقت هذه الجامعات وهذا التعليم العالي في العراق بهذا المستوى بهذا الوصف يرفض جامعة، فتخيل أنت ما نوع هذه الجامعة وهذه الكلية التي يرفضها ولا يقبلها ولا يقبل بمعاييرها. فإذا بأي مستوى هي؟ فبالتالي عندما يصف أنه هذا يوم أسود، فعلا يوم أسود، لأنه أنت يعني عندما تضع وزيرا، وقبل أن يضع وزير علينا أن نقول أنه رئيس الوزراء الحالي السوداني عندما قال أنه يعني جبنا بوزارة مجموعة من الوزراء أصحاب الكفاءات والقدرات، وأنت عندما تعرف أنه هذا ما يسمونه مجلس نواب صوت عليهم بسرعة وأعطى كل الموافقة والتصريح بكونه وزير، ستدرك أنه هذه اللعبة لعبة لقتل التعليم، لتجريف التعليم في العراق، يعني لإتمام عملية التجريف في العراق التي بدأت بعام 2003 وامتدت لحد الآن الحقيقة وصولا إلى هذا الوضع. ولا لا يمكن أن تضع يعني صاحب شهادة مزورة ترشحه الميليشيات، شهادته مشكوك بيها، طبيعته تفكيره، شنو البحوث اللي مقدمها، لا توجد بحوث، تضعه على رأس أعلى وزارة للفكر في العراق، وزارة تخرج من سيعتمد عليهم العراق، يعني هذه الأجيال الجاية، الطاقات والكفاءات، نعم الكفاءات التي سيعتمد عليها العراق في بناء العراق والنهوض بحاضرة ومستقبلة، فكيف يمكن القياس على هذا؟ لذلك عندما يصفه باليوم الأسود هو واقعي جدا ومنطقي جدا، وفعلا يوم أسود. وهذا اليوم الأسود ربما لم يبدأ اليوم مع وجود هذا الوزير، لا، بدأ من عام 2003 عندما وضعت كل هذه الوزارات في مزاد المحاصصات الطائفية، يعني لا يأتون بالوزير بكفاءته بقدراته بتفكيره ببحوثه بعلمه بشخصيته بتاريخه، لا، يأتي من خلال أحزاب وقوى، وهذه الدكاكين، هذه أسميها دكاكين، هي من تخرج هؤلاء، من تدفع هؤلاء إلى السلطة، وبالتالي من هذه الدكاكين يخرجون هذه القرارات الغريبة عجيبة، يدمرون كل شيء ويجرفون، يعني مثل ما يجرف التعليم العالي، يجرف التعليم الابتدائي، يجرف التجارة، السياسة، الاقتصاد، كل شيء يجرف بالعراق وصولا إلى تجريف العراق بشكل كامل، ووضع على يعني
لا نقول على حافة الهاوية، لا في 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 قعر الهاوية، هذا الحقيقة يدفعون به، لأن عندما تكون وزارة التعليم العالي بهذا المستوى وهذه النظرة وهذا التفكير، ودكان يبتغي الربح ولأجل دكاكين أخرى، عصابات وأحزاب ومقاولين ينفذ لهم أوامرهم بغض النظر عن شكل التعليم، بغض النظر عن مخرجات هذا التعليم، بغض النظر عن حاجة البلد، بغض النظر حتى عن خطة تضعها وزارة التخطيط أو حتى وزارة التعليم العالي لحاجة التعليم، لنوع التعليم، لشكل الدراسات، بغض النظر عن كل هذا يضعوا يؤسسون لكليات، يؤسسون لمستويات واتجاهات معينة تقتل التعليم. وفي هذه النقطة أيضا نسأل ونحيلها إلى ضيفنا في كندا دكتور صباح. مساء الخير دكتور. مساء النور أستاذ ماجد، تحية طيبة لك والدكتور رافع ومشاهدين قناة الرافدين الكرام. أهلا وسهلا. عقب قرار وزير التعليم العالي القيادي في ميليشيا العصائب نعيم العبودي باستحداث كليات طبية أهلية وصيدلة وخفض مستوى القبول في الكليات الطبية، الحقيقة تفجرت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا الحقيقة جاءت هذه الضجة والرفض من الأوساط الأكاديمية، وحضرتك أكاديمي، والأوساط الطبية تحذر من 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 هذا المسير في قضية التعليم العالي، إدارة التعليم العالي. هذا التحذير ربما هناك من قرأه على أن هناك مبالغة في قضية أن هذه القرارات ستدمر التعليم العالي، وصفها دكتور رافع أنها تجرف التعليم العالي. تعتقد في محل هذا التحذير والتخوف؟ أنا أعتقد أن التحذير والتخوف هذا حقيقة يجب متأخره هاي. نعم. لأنه لو نلاحظ إحنا في خلال 20 سنة الماضية ماذا حدث؟ وبمنهجية تفريغ العراق من عقول الأكاديمية، يعني عشرات الآلاف من الأطباء هربوا من العراق أو غادروا العراق نتيجة لعدم التوظيف أو الرواتب القليلة ما ممكن تعيشهم، اضطروا يتركون العراق، وكانت هذه بمنهجية. القصد منها باعتقادي هي القضية البنوية، يعني بغض النظر عن هذا الميليشياوي اللي صار وزير التعليم العالي، راح أرجع له بعد شوية بمثل عربي يقول إذا كان رب البيت ضاربا فشيمة أهل البيت الرقصوا. نجي له على الفساد النظام والمجتمع حقيقة، اللي هذا يعني العبودي هو خلينا نسميه فرز لهذا الفساد. أرجع لها القصد ليش بنوية؟ إهمال القطاع العام وبالذات بالتعليم وعدم تفعيل التعليم الإلزامي، ملايين من الأطفال بالشوارع يعيلون عوائلهم لفقدانهم لأبسط بديهيات العيش الكريم. هذا الإهمال كان بمنهجية لدفع العوائل والأطفال والتلاميذ إلى الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الخاصة الأهلية اللي هي شكلت من قبل نفس الأحزاب والميليشيات. بمعنى تدمير التعليم باعتقادي إلى ثلاثة بعد، وهذا العبودي هو نتيجة لهذا التدمير. البعد الأول، التعليم يعني في يعني وبالذات في كل الدول المتحضرة بالعالم، التعليم الإلزامي يعني أول شيء هو ما نقدر نسميه الدين المدني، يعني ترسيخ القيم والمبادئ الوطنية اللي تشكل انتماء وشخصية الطفل أو التلميذ أو كذا في هذا البلد. هذا يتناقض تماما مع مشروع المذهبي اللي يريد يفضل المذهب على حساب الوطن. هذا اول نقطه، ولذلك قضيه بنيويه وليست يعني اعتباطيه او عبثيه او تقنيه. النقطه الثانيه باعتقادي هو نشر ثقافه المهيمنه الان بالذات في المناطق الجنوبيه اللي هي متاثره بالمناسبه اكثر، يعني المناطق الجنوبيه اللي يمثلها ما يسمى بين قوسين يمثلها التشيع السياسي هي أكثر المحافظات العراقية تدميراً بالتعليم والتربية، مقارنة مثلاً بكردستان أو بالمحافظات الغربية. لماذا؟ لأن باعتقادي، وهذا البعد الثاني البنيوي، الثقافة المهيمنة يعني من 2003 إلى اليوم بالذات المحافظات الجنوبية هي ثقافة الثقافة الفقهية للتقليد، أي التكرار والحفظ عن ظهر قلب أو ما سميه الدرخ بالعراقي، يعني ما تنمي عقلية وإمكانية وذهنية الطفل من أجل أن يتجرأ بطرح رأي الحر، وهذه علاقة بالرأي الحر والديمقراطية. هذه النقطة الثانية اللي دمرت حقيقة ذهنية الطالب وفرض عليها أساليب وشعار وطقوس وتواريخ ما لها علاقة بالتاريخ
خلينا نسمي بالمفهوم العلمي، انما الايديولوجي. اذا خلقت ايضا نسميها مكونات اجتماعيه فاسده، وهذا البعد الثالث الفساد، بحيث اصبح الكثير يعني من العوائل ومن ابنائهم وبناتهم يبحثون عن اسهل طريق للوصول الى الوظيفه من خلال دفع المال، شراء الشهادات، واختصار نسميه الطريق للوصول او الحصول على وظيفه من خلال هذه المدارس الاهليه. ولذلك تجد انت، وهذا انا اسميها قضيه نفسيه، هنالك عقده نقص عند ما تسمى هذه يعني الزعامات السياسيه والميليشياويه. هذه الناس ما عندها معرفه او علم او انجاز، قضتها بالميليشيات وبالقتل وما اعرف ايش. فايش تسوي؟ تشتري شهادات من لبنان، من سوريا، من ايران، من ماليزيا، مزوره من جامعات غير معترف بها، وتخليها اللقب هذا دكتور او ماجستير لعقده النقص، مقارنه ب خلينا نسمي المعدل الثقافي للمجتمع العراقي اللي هو عاده ما يكون مستوى عالي جدا. والدليل وزير التعليم العالي العبودي شهادته من جامعه غير معترف بها مزوره. انا قريت سيرته الذاتيه حقيقه، يعني مجزره. يعني هذه السيرة الذاتية إذا ترجمت إلى اللغة الإنجليزية ولغات أخرى على صفحات يعني في العالم، أنا أعتقد العراق مو بس يلغونه من يعني من التعليم العالي العالمي، إنما من التربية والتعليم بشكل عام. أكو واحد يكتب سيرة ذاتية لوزير شهادة دكتوراه وماجستير بدون أي تاريخ، شنو البحث اللي سواه، يكتب مقالات وكتب بدون ذكر الكتب والمقالات وين النشرة، مبين كذب، تلفيق وكذب. فإذا كان رب البيت نعم على الدف ضاربا، إذا كان هو فاسد وشهادته مزورة، شنو الرسالة أنت قاعد ترسلها للمجتمع العراقي للتلاميذ وللشباب والشابات؟ نعم، معناتها زوروا، جيبوا شهادات مزورة، لا تدرسون، لا تتعلمون، وراح تحصلون على وظائف من ضمنها وزارات. هذه كارثة. والحقيقة يعني التحذير بأنه يوم أسود باعتقادي أجى 15 سنة متأخر. نعم، أشكرك دكتور رافع. ما هي المخاطر التي يعني تتخوفون منها كمراقبين، كأكاديميين، من إنشاء أو انتشار أو تفشي التعليم الأهلي المرتبط بالأحزاب السياسية والميليشيات، وخاصة كليات مرتبطة بحياة البشر، على تماس مع حياة البشر مباشرة، مثل كليات الطب وكليات الصيدلة وكليات طب الأسنان وغيرها في من المكونات المجموعة الطبية؟ ما هي المحاذير هنا التي قد يتغاضى عنها في اختصاصات أخرى ليست على علاقة مباشرة بحياة الناس؟ أستاذ ماجد، بداية هو التعليم أساس بناء كل المجتمعات وأساس نهوض كل البلدان وكل بلدان الدنيا، مهما كان توجه يساري يميني، وإن ما كان توجه الغرب الشرق، تعتمد التعليم الأساس والمتعلمين هو الأساس في نهضته، تعتمد عليهم هذه العقول، تنميها وتكبرها من رياض الأطفال وصولا إلى الجامعات والدراسات العليا وبدراسات معينة وتخطيط معين. كل الدول هذه التي تحترم نفسها وتريد شعوبها وتريد تاريخ طويل، تريد مستقبل، تحجز مقاعدها للمستقبل لشعوبها، تخطط لكل شيء وتعرف نسب المتخرجين وبأي اختصاصات تحتاج، وبعد 10 سنوات كم من الخريجين تحتاج، وبأي اتجاهات، هكذا تحسب الأمور. لكن أن تأتي على بلد مثل العراق كان الأمية بمنتهية، بغض النظر عن رأيك بالنظام السابق، ما له علاقة بالنظام السابق ولا بشكل النظام السابق، هذه أتركها، لكن على الأقل كان لديه تعليم معترف فيه بالعالم كله، شهادات، خرج خيرة العقول بالعالم، خرج أطباء من أفضل ما يمكن، مهندسين من أفضل، أساتذة الجامعات في كل الاختصاصات، خرج يعني فنانين، مصممين في كل الاتجاهات، وهذا موجود في العالم كله وكله يعرفه. هذا التعليم وصل به الحال أنه هو قضى على الأمية، هذه كلها مخرجات لبناء تراكمي. أن تأتي بعد 2003 وتهدي كل هذا البناء التراكمي وتبدأ بعشوائية، هذه العشوائية تؤدي إلى هذه النتيجة، تؤدي إلى أن يأتي واحد مثل هذا الميليشياوي ليكون على رأس وزارة التعليم العالي. بالتالي هذه النتيجة ليست اعتباطية. عندما تنظر إلى
أنت تتحدث عن كليات الطب، تنظر إلى كليات الطب، لدينا اليوم 36 كلية طب و 37 كلية طب في العراق، يعني ما حاجتنا إلى الإحصاءات تقول إحنا عام 2027 سيكون عندنا 95,000 طبيب، أكثر من الحاجة، ومستشفيات ما عندنا. وكل الكليات يجب من شروط تكوين كلية الطبية أن تكون لديها مستشفى تعليمي يتدرب بها الطلاب ويدرسون بها مستشفى، هذه غير متوفرة، يجب أن توفر لهم كادر تدريسي، غير متوفر. المصيبة في هذه أنه هذه الأحزاب التي حكمت العراق من عام 2003 اتخذت من التعليم وسيلة تجارية، دكاكين تجارية، فبدأت بالتعليم الخاص، وهذا التعليم الخاص مشكلة كبيرة. هذه دول كبيرة، دول عظيمة، عندما وصلت التعليم الخاص عانت من مشكلات كبيرة، مو احنا بلد بفوضى في كل شيء، ماكو احترام للقوانين، بفساد اعلى ما يمكن. فبالتالي هذه الاحزاب وجدت في التعليم وسيله تجاريه. فانت تنظر الى الجامعات وحتى المدارس الاهليه، المدارس الثانويه وغيرها، كلها اهليه تدفع اقساط كبيره جدا جدا. دكتور اسمعني، خلينا نأجل هالنقطه، راح نتحدث عنها باستفاضه، بس خلينا نسال ضيفنا الدكتور صباح الناصري. دكتور، انت موجود في الغرب، وهناك التعليم أيضا خاص، ليس تعليما حكوميا، هناك جامعات خاصة وجامعات رصينة ومرموقة. لماذا هناك مقبول هذا التعليم وتعليم رصين وشهادات رصينة والحقيقة يتباهى ويفتخر بها، بينما قائم القيامة بالعراق لأن هناك جامعات أهلية طبية أو غير طبية وخاصة؟ لماذا في العراق حرام وفي بقية البلدان حلال؟ نعم، هو هذا السؤال الجوهري. اي نعم، هو هذا اللي خلينا عفوا نقول ماكو دولة بالعراق، غياب الدولة في العراق. ليش؟ لانه هسه انا مثلا درست في المانيا، الدراسة في المانيا من الابتدائية الى الجامعة تقريبا مجانية، حكومية عامة. يعني حتى الجامعات لما كنت ادرس في فرانكفورت كنا ندفع رسوم رمزية بحدود 80 مارك في ذلك الوقت، لا شيء. الآن في كندا درس في جامعة اللي هي حكومية، جامعة يورك، هي ثاني أكبر جامعة في كندا، وكنت مسؤول 3 سنوات، كنت رئيس قسم الدراسات العليا في الجامعة اللي هو أكبر قسم الدراسات العليا في كندا، يعني عندنا أكثر من 220 طالب دكتوراه وماجستير فقط في قسم واحد، أيضا حكومية. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأنه النظام المعرفي، التعليم، التربية والتعليم، مرهون بكل أبعاد ومؤسسات الدولة، لأن هو العمود الفقري لإنتاج المعرفة، سواء كانت التقنية أم الصحية أم الاقتصادية الإخ. إذن هو العمود الفقري، بمعنى كل مؤسسات الدولة، سواء كان سوق العمل أم الصحة أم التنمية ما شئت، كلها مرتبطة بالنظام التربية والتعليم. ليش؟ لأنه الكوادر البشرية اللي أنت تنتجها، هذه الكوادر البشرية مرهونة برؤية استراتيجية تنموية للدولة، وفقط عندما تكون هنالك رؤية استراتيجية تنموية للدولة، ديك الساعة تقدر أنت تحدد بالضبط شنو حاجتك للقطاع الخاص، والقطاع الخاص بالقسمية في القسم التعليمي الأهلي، وشنو راح تكون وظيفته، راح تكون وظيفة مكملة إلى القطاع العام. دع عنك من كل هذا الحديث السوق الحرة والكلام الفراخ، هذا كله السوق الحرة هنا أنا مثلاً إيه معقولة يسوي تشيبس، يسوي طماطة، يسوي ما شنو، بس لما تجي القضايا الأساسية، يعني مثلاً في كندا النظام الصحي مجاناً حكومي، التعليم مجاناً حكومي، لأن هذه قضايا أساسية ما تقدر تبدي أنت مجتمع ودولة واقتصاد بدون صحة وبدون تعليم، هذا أول شيء. فلذلك الخصخصة في العراق مثل ما قلت أنا، الخصخصة في العراق، دكتور خلينا دكتور صباح أستأذن منك نتوقف عند قضية الخصخصة في العراق، خصخصة التعليم في العراق، منك ومن دكتور رافع أيضا نستأذن المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال نقاش حلقة الليلة من طاولة حوار عن قرارات العبودي باستحداث كليات طبية وصيدلة في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا.
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في قرارات وزير التعليم العالي نعيم العبودي باستحداث كليات للطب العام والصيدلة وطب الأسنان وأهلية طبعا وغيرها. ضيفة الطاولة رافع الفلاحي وصباح الناصري. دكتور صباح، توقفنا عند نقطة خصخصة التعليم في العراق قبل الفاصل، تفضل كملها. نعم، مثل ما قلنا الخصخصة يعني حتى في الدول المتقدمة المتحضرة ما تصير لأنك أنت تعتقد بأن القطاع العام غير منتج، لا، هي تصير لأنك أنت الآن عندك استراتيجية معينة، استراتيجية تنموية معينة. مثلا لما نتحدث عن الاقتصاد، احنا ما نتحدث بشكل عام اقتصاد، اكو اقتصاد تنموي، اكو اقتصاد ريعي، اكو اقتصاد معرفي وهكذا. اذا الدولة تضع استراتيجية معينة للتربية والتعليم تتناسب مع المرحلة المر بها المجتمع. الآن المجتمعات المتقدمة بالحتى لاحظ دول الخليج مثلا تتجه باتجاه ما يسمى الاقتصاد المعرفي. هذا يعني الخصخصة إن لم تضعها في سياق، في رؤية تنموية استراتيجية للدولة تؤدي حتما إلى الفساد، وهذا ما حصل في العراق وبمنهجية. هذا يعني كل هذه المحاولات لخصخصة التعليم هو ضرب للتعليم العالي وضرب للقطاع العام اللي ينتج مواطن. بالمناسبة الكليات اللي هي الخاصة ما تنتج مواطن، تنتج إنسان تقني بأحسن الأحوال ولكن ليس مواطن. هذا الإنسان التقني تنتج الكليات والجامعات الخاصة حتى في الغرب أصلاً هو متربي متعلم. دكتور ممكن تشرح لنا كيف، اسمع الدكتور نقطة لافتك، تشرح لنا كيف أن التعليم الحكومي ينتج مواطناً بينما التعليم الخاص لا ينتج مثل هذا المواطن؟ نعم، لأن التعليم العام هي هذه وظيفة الأساسية لأي دولة. التعليم العام هو خنسميه ترسيخ قيم مبادئ معينة للمجتمع، تاريخه، ثقافته، لغته، حضارته، بيئته الاجتماعية وهكذا. هذا كله تترسخ من خلال التعليم الإلزامي. كل دول العالم المتحضرة فيها تعليم إلزامي من الرياض الأطفال إلى الثانوية. الجامعات تختلف، ماكو يعني تعليم إلزامي. ولكن هذه المرحلة 12 سنة هي مرحلة الأساسية في بناء المواطن والمواطنة. ولذلك نرجع ونقول ليس من يعني من من يعني ليس بمحض الصدفة ان في ديباج الدستور 2005 لا توجد مفردة مواطن او مواطنة. هذا يقول لك المشروع كله شنو؟ المشروع مو بناء دولة، مو بناء مجتمع، مو بناء اقتصاد، مو بناء تعليم عالي، انما تفريغه من التعليم، تفريغه من المعرفة، تفريغه من الاقتصاد، تفريغه من المواطنة. هو هذا المشروع اللي احنا من 20 سنة نتحدث عنه، وهذه كلها مؤشرات على طبعا هذا خسمينا البعد البنيوي، وهنالك بعد سياسي. يعني مثلا شخص مثل العبودي اللي ما عنده خلفية علمية ولا إنجازية ولا أي إنجازات وشهادته مزورة والجامعة اللي جاي منها مو معترف بها، ويعين وزير تعليم عالي، هذا شنو معناته؟ معناته قضية محاصصة بين أحزاب وميليشيات، توزيع الوزارات كدكاكين للأحزاب حتى تدرر الأرباح والخصخصة. سنتحدث دكتور في هذه النقطة، ونتحدث عن قضية هذا تخبط، هذه القرارات تخبط وعشوائية أم برنامج مخطط لتقويض وتجريف التعليم العالي. دكتور رافع، الحقيقة
هناك حسابات تابعة للميليشيات ولجان إلكترونية ميليشياوية انبرت للدفاع عن الوزير نعيم العبودي في مقابل هذه الهجمة الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الطبية والأكاديمية والعلمية، وأرادت أن تبوب أو توظف هذا يعني هذا الهجوم على أنه هجوم طائفي، وعلى أن وزارة الحقيقة أن هذه الكليات لأنها افتتحت في جنوب العراق فلذلك هؤلاء الذين رفضوها لأسباب طائفية، وأن وزارة التعليم العالي لن تعود حكرا على كفاءات وطاقات من مناطق بعينها. الحقيقة حتى هذه الحملة، هذا الحديث، هذا التوظيف قوبل الحقيقة باستهجان من الرأي العام في العراق، واضح على منصات التواصل الاجتماعي، وازدراء لم يقبله. يعني الحقيقة كيف تقرأ هذا الازدراء والاستهجان من الرأي العام؟ لأنه ببساطة شديدة الناس ملت من الخطاب الطائفي، والخطاب الطائفي وصل إلى مرحلة سقط انتهى. يعني حتى بعد كانت ثورة تشرين عام 2019 بداية واضحة أو إعلان واضح عن سقوط هذا الفكر الطائفي، لأن الشباب نما في ظل هذه الأحزاب في ظل هذه القوى، ويطلع غير طائفي وعابر للطائفية وينادي بوطنه وفكر آخر ولا يقبل الطائفية، وينادي بإسقاط العملية السياسية ويقف ضد الأحزاب ويحرق مقرات الأحزاب في الجنوب التي يدعون أنها حاضنتهم شيعية يعني بين هلالين، يحرقها ويطاردهم. هذا جيل خارج عن هذه، يعني عابر للطائفية، الفكر الطائفي سقط. وتجربة العراقيين مع الفكر الطائفي وصلت حد اللي يعني وصلت إلى حد التقيؤ، العالم ما عادت تقبلها. لذلك أنا قرأت مثل هذه التعليقات، يعني عندما تحدثوا بلغة علمية الناس ترفض هذا الذي يقول أنه تاريخ أسود، ضمن منهاج ضمن معايير علمية منطقية بقياسات مثل الذي تحدث بها دكتور صباح قبل قليل. هذا واقع الحال، لكن أن تجابه هذا بأحاديث طائفية لأنه من الفئة الفلانية وأنت من الفئة، لا يقبل الآن، ما يسمح هذا الكلام، هذا كلام معيب. وأنت تعرف أنه هذا حجم الناس اللي تتحدثون بهم هؤلاء الميليشياويين. لكن دعني أقول لك، ربما لأنه هذا التكوين الحكومي من عام 2003 لحد الآن لم يخرج من هذا الإطار، يعني جاءوا بالسوداني والآن يتحدثون عن حكومة جديدة، لكن أنت في النتيجة لا تخرج من هذا الإطار. وكذبة كلها، زار المشروع الفلاني وما أعرف إيش قال، مدري إيش سوى صندوق كلها ضحك على الناس ومحاولة لاستمالة الناس أو لخداع الناس وتضليلهم. لأن أنت في الفكر تنظر إلى أن هناك وزارات معينة لا يمكن قبول القطاع الخاص بها، لا يمكن أن تكون دكاكين. يعني خذ مثلا وزارة التخطيط، هل يمكن أن تكون للقطاع الخاص؟ وزارة تخطط للبلد كله، لتربيته، لتعليمه، لصناعته، لزراعته، لسياسته، لفكره، لتوجهاته، هذه يجب أن تكون حكومية، يجب أن يعني لها هوية حكومية وهوية وطنية خالصة. وزارة الدفاع لا يمكن أن تكون دكاكين مثل ما هو الحال الآن، قسم حشد شعبي، قسم ما أعرف منه، قسم ميليشيات، هذه دكاكين معينة داخل هذه الوزارة تسمى وزارة الدفاع يعني لخدمات خاصة، وهذه لا يمكن. وأتي على وزارة التعليم، نعم قد تقبل وزارة التعليم بالفكر العام، بالمنطقة العام، بالسياسات العامة والاستراتيجية التكتيكية والاستراتيجية، هي وزارة حكومية، لكن قد تقبل وجود القطاع الخاص، أن ينشئ مدارس وينشئ جامعات. لكن إنشاء هذه المدارس وهذه الجامعات أولاً ضمن معيار معين تحدده الدولة وتراقبه الدولة وتعرفه الدولة، ويخلق منافسة مع القطاع العام لخلق منافسة، هذه الفكرة الرئيسية. والخريج من المدارس الخاصة والجامعات الخاصة يعادل بمنهجه، بدراساته، بأساتذته، بالفكرة الحاكم به، يعادل ما يدرس في الجامعات الحكومية، لا يخرج عنها ولا تخرج عن إدارة التعليم العالي. ليس مثل الحاصل الآن، أحزاب معينة لديها استثمارات تريد أن تستثمر، تشتري فلان جامعة وتشتري فلان جامعة. أنت الآن كثير من السياسيين يمتلكون جامعات، يمتلكون مؤسسات تعليمية. وهذا سؤال دكتور، هذا سؤال أيضا مهم. هذه الأحزاب الآن المتهمة بأنها هي وراء تأسيس هذه
الجامعات للاستثمار لغسيل الأموال. هذه الحقيقة تستولي على مقدرات العراق منذ 20 عاماً الاقتصادية والمالية، وهي بالمليارات من الدولارات. ما حاجتها لجامعات تدور عليها فلاسين كما يقال، قياساً بمليارات الدولارات التي تدخلها من عقود ومن مقاولات ومن بقية يعني بقية مفاصل الدولة وقطاعاتها؟ هذه الجامعات يعني مدخولاتها أو عائداتها المالية فلاسين قياسا للمليارات. أستاذ ماجد، واحدة من أول أهداف أي مستعمر يأتي لأي بلد هو أن يجعل البلد أمي، أن يحول الشعب مالته إلى أمي لكي يستطيع أن يقودهم. هذه القوى التي تحكم العراق من عام 2003، لذلك أنا سميتها تجريد التعليم، تجريف التعليم. نعم. لأنه تجريف التعليم يحولون البلد الآن أكثر من 9 ملايين أمي في العراق. هذه كارثة. العراق هذا البلد الذي كان يعني يحتفل واليونسكو تعترف به أنه ما عنده أمية في العراق، الآن به 8-9 ملايين أمي. هم الغاية من عنده أن يخلقون عقول مسطحة، عقول شهادات وهمية، أن يقتنع الكل بهذه الشهادات. أنت الآن تنظر إلى، عندما ينظر أي طالب الآن بالثانوية، عندما ينظر إلى عضو البرلمان أو الوزير الفلاني ينظر بلا شهادة، بلا تاريخ سياسي ولا تاريخ مهني ولا تاريخ أكاديمي، ويحصل على أعلى كرسي ويأخذ أعلى الرواتب. لماذا يكد نفسه ويدرس ويتعب نفسه لكي يصل إلى مستوى معين ويخدم؟ ما هو سيفكر بهذه الطرق الملتوية للوصول إلى هذا الكرسي أيضا، سيبحث عن هذا لأن هناك مشجع عليها، هناك مغريات للوصول إلى هذا الكرسي. هذا واحد من، لذلك تجهيل المجتمع جزء من هذه السياسة. يعني إضافة إلى الأرباح المادية اللي يربحوها، هذه أرباحها مو قليلة، هذه الجامعات وهذه المدارس الخاصة أرباحها هائلة ترى، يعني إذا ما حسبت فهي أرباح هائلة جدا جدا. إضافة إلى هذا، هي الهدف الأساسي منها تجهيل الناس، خلق شهادات مزورة، خلق خريجين بشخصيات على ذكر التجهيل بعقول غير صحيحة، العالم لا يعترف بها. كان سابقا، ودعني فقط أضيف لك، سابقا كان الخريج من العراق حتى من الثانوية عندما يذهب حتى إلى بريطانيا اللي معروفة برصانتها العلمية يقبلوا في أحسن الجامعات، لأنه يعرفون مستوى التدريس في العراق كيف كان مستوى، ومن الجامعات يحترمون الشهادة العراقية في أي مكان. وعندما يأخذ دكتوراه أو الماجستير، شهادة عليا كبيرة يعتفى بها في أي مكان. الأطباء العراقيين الآن في لندن، 6000 طبيب عراقي فقط في لندن. هذا كله يدل على أنه كانت مخرجات التعليم مخرجات رصينة وقوية، هذه كلها انتهت الآن. لذلك أنا سميتها تجريف التعليم. نعم، يعني تجريفها بهذه الطريقة المهينة المخيفة المرعبة. واضح دكتور صباح، يعني هذه القرارات في إدارة الدولة في كل القطاعات، هل تعتقد أنها يعني جهلا بسبب الخلفية المتواضعة لمن يدير هذا القطاع، يدير هذه الوزارة كما في حال نعيم العبودي، أم هو عملية قتل واغتيال مع سبق الإصرار والترصد، ولمصلحة من يتم هذا الاغتيال أو القتل أو التدمير إذا سلمنا بفرضية يعني المؤامرة؟ هو الحقيقة ماكو مؤامرة أستاذ ماجد، الاثنين. الأول اللي هو الخلفية مالت الناس، يعني أنت انظر إلى معظم الوزراء، طبعاً البعض القلة في الحكومات السابقة مثلاً وكذا، أو يمكن حتى في الحكومة هذه ناس ممكن واحد يعني يثمن خلفيتها ومسارها وسيرتها الذاتية، بالفعل عدا إنتاج معين، ولكن بالأغلبية وبالذات الوزارات المهمة اللي تتحكم بالميليشيات هذه الأحزاب، ليس هنالك أي إنجاز أو خلفية أو سيرة ذاتية تؤهل هذا الإنسان أن يقود مؤسسة معينة أو وزارة معينة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية باعتقادي الاحتلال، لذلك أنا سميتها سياسة الأرض المحروقة بخصوص إيران. أمريكا سهلت على إيران احتلال العراق. مشروع إيران في العراق هو مو فقط يعني استنزاف للموارد العراق الاقتصادية والمال العراقي، مو فقط جعل العراق سوق استهلاكي للاقتصاد الإيراني، يعني حتى الطماطة بدل ما كنا نصدرها من الزبير بالبصرة قمنا نستوردها من إيران، إنما باعتقادي القصد منه
تفكيك وتدمير منهجي وبنيوي للدولة والمجتمع العراقي، كان لا يستطيع هذا المجتمع وهذه الدولة في العقود والأجيال القادمة لمنافسة إيران. هو هذا المشروع الإيراني. وهذه الميليشيات والأحزاب للأسف يعني هي أدوات هذا المشروع الفارسي. للأسف بعض مو الكل، بعض الشرائح في المجتمع الجنوبي العراقي الشيعي وقعت ضحية لهذا الفخ ما بين قوسين المذهبي اللي ما له علاقة بالمذهب أبدا، إنما هو استعمار فارسي بشكل ديني، قومية فارسية بشكل ديني، وقعت ضحية لهذا المشروع اعتقادا منها بأنه امتداد للمذهب وهكذا. فالآن باعتقادي وبالذات بعد ثورة تشرين صار هنالك تحول بالوعي. ومثل ما تفضل دكتور، خلينا استاذن منك ايضا، عندنا هذا الفاصل الثاني. تفضل دكتور، بس باختصار عندنا فاصل. اي يعني انت ذكرت قضيه الطائفيه اللي توظفها بعض هذه الزبابيك الاعلام الميليشاوي. نعم. بهذا الخصوص، يعني انه بما ان هذه الكليات في الجنوب فهي السنه بين قوسين هم وضعت هذه القضيه. هذه انا ارجع لها بعد الفاصل لانه انا اشكرك لتفهمك الضغط الفاصل علينا. فاصل ثم نعود لإكمال النقاش بعد هذا الفاصل القصير. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر انه انت غير، يعني ما تحتاج شيء، انه انت هذا بلدك يعني واهلك. اكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه واهله. الوطن هو اغلى شيء في حياة الانسان، هو الماء الذي نشربه. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى في هذه الحلقه من طاوله حوار تبحث في قرارات نعيم العبودي وزير التعليم العالي الحالي باستحداث كليات طبية أهلية، وأيضا تأثيرات هذه القرارات على تدمير منظومة التعليم. ضيفة الطاولة رافع الفلاح وصباح الناصر. دكتور، هذه القرارات دكتور رافع، القرارات ومنها قرار العبودي باستحداث كليات أهلية، خفض مستوى المعدل اللي هي القبول في الكليات الطبية الأهلية، تعتقد أنها تعكس تخبط وفوضى النظام السياسي، أم كما يقول أصحاب فرضية المؤامرة هي مشروع برنامج مقصود ومخطط له لتدمير التعليم العالي كما دمرت بقية يعني القطاعات الحيوية في العراق؟ يعني هناك من يقول ربما هناك تخبط وعشوائية، أما الذهاب إلى قضية مؤامرة مقصودة لتدمير التعليم وبقية القطاعات يعني الحقيقة تحميل للأمور أكثر مما تحتمل. يعني حتى بالحديث عن المؤامرة، يعني المؤامرة لتدمير العراق مو فقط التعليم، هو منطق صحيح وحقيقي، وربما الإعلان عنه بشكل واضح لا يستحون منه عندما يأتون بشخص مثل هذا لوزارة التعليم، يريدون أن يعلنوا بشكل واضح وبعين قبيحة وبتحدي للشعب أنه إحنا نأتي بهذا الشخص وأضربوا رؤوسكم بالحائط. هذا الواقع الحالي، لأنه أنت بالنتيجة دعني أقول لك، يعني داخل هذه المنظومة السياسية الحاكمة للعراق بهذا الفكر الكسيح، بهذا الدستور الكسيح، بكل هذه التصرفات العشرين سنة، بكل هذه الميليشيات، بكل هذا الفكر، بكل الفساد، بكل الخراب، حتى لو جئت وهناك من يقبل، يعني مع احترامي لكل الشهادات، مع احترامي لكل العقول الكبيرة، لكن هناك قلة تقبل مع امتلاك لشهادة حقيقية كذا، لكن لديه نفسية وربما منتمي لأحزاب معينة يقبل بهذه المناصب برغم شهادته، وينسى شهادته وينسى تاريخه وينسى بحوثه.
لو جئت بشخص غير هذا ووضعته على وزارة التعليم العالي وقد جاءوا بشخص ربما منها، هل سيحسن الوضع؟ ابدا لم يتغير الوضع، لن يتغير الوضع، لانه الفكر الحاكم، الاطار الحاكم هو فكر مدمر مخرب بمنهج للتدمير، بمنهج لتجريف كل شيء، وهذا هذا هذا الغرض. يعني وجود هذا النعيم هذا على رأس الوزارة هذا إعلان واضح على أنه إحنا ماضين بهذا الطريق، وافعلوا ما تشاءون هكذا. وكل الوزراء عندما تضع هذه الوزارات، ويتحدث لنا رئيس الوزراء الحالي حكومة ما أعرف منه كفاءات وحكومة تختلف عن، كذبة كبيرة، لأنه أنت بالتالي عندما تنظر هي محاصصات طائفية وإثنية، هل قد للسنة وزارات وهم عينوا من أرادوا، وهل قد للشيعة وهل قد للأكراد، وعندما ذهبوا إلى البرلمان، البرلمان هذا يمثل هذه الأحزاب لا يمثل الشعب، لأنه إحنا قلناها أكثر من مرة، أكثر من 85% من العراقيين لم يشاركوا بالانتخابات، نعم. فمن موجود بالبرلمان يمثلون هؤلاء الأحزاب وقواها الميليشياوية والأمنية، فبالتالي هناك اتفاق، هناك توافق بين هذه القوى، مشيلي يعني وافق على من مرشحيني ووافق على مرشحيك، وهذا الذي جرى. الأكراد طرحوا مرشحين وافقوا عليهم السنة والشيعة، والشيعة طرحوا مرشحين وافقوا عليهم السنة والأكراد، وهكذا بالنسبة للسنة طرحوا مرشحين وافقوا عليهم الشيعة والأكراد، هكذا القضية. وبالتالي أنت لا تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وحتى لو وضعت الشخص المناسب في المكان المناسب واضح في ظل هذا الإطار بالفكر الطائفي، بالفكر المحاصصي، بالفكر بفكر الفساد، بفكر الخراب، بفكر الانقياد إلى الخارج وسياسات خارجية وعدم وجود إرادة، ستجد نفس النتيجة. أشكرك. فبالتالي نحن ذاهبون إلى هذا الخراب. ومن نعم. هذه النقطة دكتور، إذا استمرت خلينا نتحدث عن التعليم العالي، استمر التعليم العالي بهذا الفكر، بهذه العقلية، بهذا المنهج من القرارات سواء كانت عشوائية وفوضوية أو كانت مؤامرة، كيف تتخيل أو تستشرف مشهد التعليم العالي في المرحلة القادمة؟ أستاذ ماجد، شوف السخرية وين تكمن؟ أنت عندك قطاع صحي دمر تماماً في العشرين سنة الماضية وتم تفريغه من كل الكوادر والخبرات والمؤهلات اللي كانت فيه بالعشرات الآلاف، مثل ما قلنا معكم مستشفيات، معكم رعاية صحية، وبنفس الوقت يريد ينتجون كليات ومعاهد وجامعات خاصة بالطب والصيدلة وطب الأسنان. هذا شنو يعني؟ يعني شيئين، الأول أن هذه الناس لم ولن تفكر بشكل وطني، إنما تفكيرها بهذا الشكل. العشرين سنة الماضية أنتجت ما أنا سميته البرجوازية الرثة، أنتجت طبقة من المجتمع العراقي اللي عايش على الفساد وحواشيها للوزارات والميليشيات والأحزاب، وهو اللي تعيش من الفساد هذا والعقود الوهمية والسمسرة وشبكات النهب والأموال والمصارف والغسيل الأموال، أنتجت هذه الطبقة. هذه الطبقة أصبحت طبقة استهلاكية بشكل مقرف، يعني حتى بمقارنة بدول العالم الأخرى ما تجد هذا القرف. فهذه الناس شو تسوي؟ تنتج بنى تحتية لإشباع رغبات هذه البرجوازية الرثة الساقطة اللي ما عندها أي انتماء لا للوطن ولا للمؤسسات ولا للثقافة، إنما كل همه هو الاستهلاك والنفاق والكذب. أي هو هذه المشكلة الحقيقية. إذا هذا استمر بهذا الشكل، أنا أعتقد ما راح يستمر. أنا أعتقد هنالك وعي صار عند المجتمع العراقي وعند الشباب العراقي اللي هو الأغلبية الشعب العراقي، إن هنالك مؤامرة على هذا البلد وعلى هذا الشعب لتركيعه لأجيال قادمة وللتحكم. شكرا دكتور. أنا أعتذر من عندك طول. الوقت انتهى، أتمنى لو كان عندنا وقت نسمعك يعني أكثر. شكرا لدكتور صباح الناصر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تورنتو، كان معنا عبر سكايب. وشكرا أيضا لضيفنا هنا الدكتور رافع الفلاح، الكاتب والباحث السياسي. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.